يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقات دسمة وهامة جدا، لأنها بتبقى مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده طبعا اللي بيهمنا قوي قوي أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر الجديد بخصوصه، فبالتالي فقرات مهمة على مدار حلقة اليوم وتفاصيل غاية في الأهمية. لكن كمان مهم أن حضراتكم تتواصلوا معنا كما هو المعتاد من خلال سؤال الحلقة. سؤال حلقة النهاردة بيتعلق بمنتخبنا الوطني الأول وتعيين كيروش المدير الفني الجديد البرتغالي للمنتخب. رأيك إيه في هذا القرار؟ هناخد تفاعلكم معنا من خلال الجزء الأخير من الحلقة زي ما احنا متعودين دايما. في كل الأحوال احنا كنا محتاجين ان يبقى في مدير فني جديد، ده كان لازم يحصل بصراحة بعد الأداء السيء جدا جدا لمنتخبنا مع الكابتن حسام البدري، اللي بنتمنى له طبعا كل التوفيق بعد رحيله عن المنتخب الأول. فبالتالي كلام كتير مهم. العناوين ايه بقى؟ نشوفها يلا. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا للسوبر المحلي. الترند المحلي، كروش يقرر حضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش. أما في الترند العالمي، رونالدو يظهر بقميص مان يونايتد بعد 12 عام وجاب جون كمان. مش طبيعي رونالدو، ده لعيب خارق، حاجه كده مش موجوده في الدنيا، ارقامه وادائه وكل حاجه. اول ماتش ليه النهارده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مع فريقه القديم الجديد، يعني بعد ما كان رحل عن مانشستر يونايتد لمده 12 عام تقريبا و118 يوم، بيشارك في اولى مبارياته بعد عودته امام نيوكاسل. الشوط الاول مشي 0-0، يعني الدنيا خلاص، الحكم قرب يصفر، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضايع يخطف كريستيانو رونالدو بمهاراته أو يعني السمات اللي بيتميز بيها، تمركزه الجيد جدا داخل منطقة الجزاء، هدف لمانشستر يونايتد عشان يبتدي كده إيه مبارياته مع مانشستر بهدف على طول. والكرة بتحبه، يعني ماسون جرينوود واخد الكره من ناحيه اليمين، هو بيلعب وينج رايت النهارده، كان بيلعب مهاجم الماتشات اللي فاتت، لكن طبعا جه رونالدو، فانت هتيجي انت هنا ورونالدو في قلب الهجوم يعني. فبالتالي خد الكره وشاط برجله الشمال على الحارس، حارس نيوكاسل، اتردت من الحارس، تمركز رونالدو ساعده في ان هو يتقدم لمانشستر يونايتد. فهي الكره بتحبه. ونعد بقى يعني نشوف، هنعرف نعد لحد كام، نشوف رونالدو هيجيب كام جون السنه دي في بطوله الدوري. فبالمناسبه دي طبعا خلينا نتكلم عن اهم المباريات النهارده، وبالتحديد مفيش مباريات اهم من مباريات البريمير ليج بصراحه. اثاره ما بعدها اثاره ونديه في كل المباريات، وجماهيريه عظيمه ومتابعه عالميه. فهنبتدي بماتشات الدوري الانجليزي. النهارده كان في ماتش واحد بس الساعه 1:30 ظهرا، كان ما بين كريستال بالاس مع توتنهام في ملعب كريستال بالاس. توتنهام كانوا ماشيين بشكل ممتاز اول ثلاث مباريات، فازوا كل مباراه 1-0 من غير ما يستقبلوا ولا هدف، فتسع نقاط كانوا متصدرين جدول الدوري. لكن النهارده غاب مين؟ غاب سون احد ابرز نجوم توتنهام. في نفس الوقت اطرد تانجانجا طبعا احد ابرز اللاعبين في خط الدفاع هذا الموسم، بخلاف اصابه اريك داير في الشوط الاول، اول 10 دقائق اتصاب، فالدنيا اهتزت شويه. فخلصت النتيجه كام؟ 3-0 كريستال بالاس بدايه من الدقيقه 80 حتى الوقت بدل الضايع، ثلاث اهداف ورا بعض بعد حاله الطرد لتانجانجا، واللي اثرت بشكل كبير جدا على فريق توتنهام، عشان تكون اول خساره لتوتنهام في هذا الموسم واول فوز لكريستال بالاس في الموسم الجديد. مباريات بقى كلها في تمام الساعه 4 عصرا، يعني عندك بتاع بالظبط ادي 2 4 6 ماتشات في نفس التوقيت. ارسنال مع نوريتش سيتي الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي 0-0. ليستر سيتي مع مانشستر سيتي الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي ايضا 0-0. مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، طالما في رونالدو فصعب يبقى 0-0، فالشوط الاول خلص بتقدم رونالدو ومانشستر يونايتد بهدف للا شيء في الاولد ترافورد طبعا. ساوثهامبتون مع ويست هام يونايتد التعادل السلبي بدون اهداف. واتفورد وولفرهامبتون التعادل السلبي بدون اهداف. برينتفورد مع برايتون والتعادل السلبي ايضا بدون اهداف. يعني المباراه الوحيده اللي شهدت اهداف هي مباراه مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو. اما المباراه الاخيره النهارده هتكون في الدوري الانجليزي ما بين تشيلسي واستون فيلا، دي في تمام الساعه
السادسة ونصف مساء. ده فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. أما بخصوص مباريات الدوري الأسباني ففي أيضا بعض المباريات الهامة، أو النهاردة تحديدا مباراتين في الدوري الأسباني فقط. ليفانتي مع رايو فاريكانو الساعة 6:30، أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا الساعة 9 بالليل. أما بخصوص الدوري الإيطالي فإمبلي لعب مبارياته أو مباراته النهاردة الساعة 3 عصرا أمام فينيزيا، انتهى بفوز فينيسيا بنتيجة 2-1. نابولي مع يوفنتوس الساعة 6 بدون رونالدو طبعا. أتلانتا مع فيورنتينا الساعة 9:15. أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهاردة أيضا في مباراتين لبايرن ليفركوزن مع بورسيا دورتموند الساعة 3:30. ده في الدوري الألماني التعادل 3-3، المباراة انتهت بهذه النتيجة أو على وشك الانتهاء يعني. لايبزيج مع بايرن ميونخ الساعة 6:30. أما في الدوري الفرنسي النهاردة من الوارد جدا نشوف ميسي من بداية اللقاء مع باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت الساعة 5 في نفس التوقيت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، وموناكو مع مارسيليا الساعة 9 بالليل. ده فيما يتعلق بأهم المباريات. النهاردة عندي حدث مهم جدا أو يعني ذكرى هامة جدا جدا، وهي ذكرى ميلاد الكابتن الكبير وأسطورة النادي الأهلي الكابتن صالح سليم صاحب شعار الأهلي فوق الجميع، الشعار اللي مخلي البعض متضايق شوية يعني. سبحان الله لسه الأسبوع اللي فات الناس بتتكلم الشعار ده وأصل ده إيه ومش عارف إيه وكلام من ده. النهارده ذكرى ميلاد واحد من أساطير الكرة المصرية والرياضة المصرية وأحد أبرز أساطير النادي الأهلي على مدار تاريخه هو الكابتن صالح سليم مايسترو طبعا، وبالتالي يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، هو مايسترو بكل تأكيد. طيب ده فيما يتعلق ببداية حلقة اليوم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي تفاصيل كتير جدا مهمة بتخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومواضيع أهم هنتكلم فيها، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا عايزين نطمن بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي بعد ما استأنف تدريباته يوم الاربعاء اللي فات، كان بدايه العوده للتدريبات بعد كان فتره راحه بالنسبه للفريق وانتهاء الموسم. فالفريق استأنف تدريباته يوم الاربعاء واتمرنوا يوم الخميس والجمعه امبارح، والنهارده قرر موسيماني ان يدي للعيبه راحه لمده 24 ساعه علشان يستأنف تدريباته غدا باذن الله تعالى، ويبقى عنده مباراه يوم الاثنين بعد بكره، مباراة ودية أولى أمام الاتصالات، وحيواصل استعداداته لحد يوم 16 بمباراة ودية تانية أمام المقاولين العرب في إطار الاستعداد للموسم الجديد، والبداية هتكون بالسوبر المحلي أمام طلائع الجيش اللي هو بتاع السنة اللي فاتت بقى ولا اللي قبليها يعني. فإحنا عارفين إن مفيش نظام شوية في ترتيب المباريات أو فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بمختلف البطولات بسبب الظروف الاستثنائية وكل هذه الأمور، لكن يعني إن شاء الله نتدارك الأمور دي فيما بعد من قبل الإدارة الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم. فبعد كده بعد مباراة المقاولين هيبقى في معسكر مغلق هناك في اسكندرية استعدادا لمباراة طلائع الجيش في السوبر في اسكندرية أيضا في استاد برج العرب بعد ما تم تجهيزه بشكل مميز على مدار الفتره اللي فاتت كلها، وهتكون دي بدايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى ان هي تكون بدايه ببطوله ان شاء الله، بطوله مهمه طبعا بطوله السوبر المصري
الاهلي اكتر فريق خد البطوله دي. يعني مش بقول معلومه جديده بصراحه، لان تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها الاهلي هو اكتر فريق ما حقق فيها القاب. يعني اللقطات اللي حضراتكم كنتوا شايفينها دي على الشاشه او اللي شايفينها دي، دي لقطات من تدريبات الاهلي بالامس، فده فيما يتعلق ببرنامج الفريق على مدار الفتره الجايه. حته بقى الاهلي هيعمل ايه بعد مباراه السوبر، لان هيكون عنده ماتش انبي في كاس مصر في دور ال 16، فالمباراه دي المفروض ان هي في استاد اسكندريه، هتكمل بقى المباراه يوم 25، هتكمل المعسكر هناك في اسكندريه بعد ان شاء الله ما تفوز بالسوبر باذن الله تعالى امام طلع الجيش، ولا هترجع على القاهره وبعد كده تروح على الماتش في استاد اسكندريه امام انبي؟ ده لسه ما تمش اتخاذ قرار نهائي فيه من قبل الجهاز الفني والاداري، لكن الاقرب انك هتكمل هناك، لان يعني من 21 ل 25 اربع ايام، فالفرق مش كبير جدا، لكن بشكل رسمي حتى الان لم يتم الاستقرار على الجزئيه دي تحديدا. ده بخصوص برنامج النادي الاهلي خلال الفتره القادمه واستعداداته لمختلف المباريات والبطولات. عندنا بطولتين مهمين جدا، السوبر وكاس مصر، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيهم. طيب خلينا بقى نتكلم شويه فيما يتعلق بملف الراحلين عن النادي الاهلي وبعض التساؤلات اللي دايما في اذهان جمهور النادي الاهلي بخصوص الصفقات. هل في صفقات جديده ولا لا؟ الكلام على بعض اللاعبين، الاهلي كلم ده، مش عارف مين تواصل مع ده، الكلام الكتير ده. فانا هقول لحضراتكم الخلاصه وكل التفاصيل اللي بتتعلق بكل تساؤل في دماغ حضراتكم عايزين تعرفوا اجابته. خلينا نبتدي بملف هو مهم جدا جدا في الحقيقه، وهو ملف تجديد عقد كل من علي معلول وعمرو السوليه. طبعا ما فيش اثنين يختلفوا على مدى اهميه الاثنين اللعيبه دول، سواء علي معلول لعيب مهم جدا جدا ومفتاح لعب مميز وافضل اللعيبه في مركزه في افريقيا، وعمرو السوليه احد ابرز اللاعبين في النادي الاهلي على مدار الموسمين ثلاثه اللي فاتوا، ولاعيب مؤثر جدا، ولما بيغيب بنحس بمدى تاثير غيابه على الفريق. عقدهم هيخلص مع نهاية الموسم الجديد، فبالتالي من الطبيعي ان بيتم التفاوض ما بين النادي الاهلي والاثنين اللعيبة. طيب الامور واصلة لحد فين؟ المفاوضات ماشية ازاي؟ المفاوضات موجودة وماشية بالشكل الايجابي جدا حتى هذه اللحظة. تاني، المفاوضات ما بين النادي الاهلي مع علي معلول وعمرو السولية بخصوص التجديد ماشية في اطار ايجابي جدا جدا جدا، وفي زي ما نقول كده ايه، في قبول بشكل كبير جدا بخصوص بعض البنود الكتير عند الطرفين، وفي رغبه متبادله عند الاهلي في التجديد طبعا للاثنين، وعند الاثنين لعيبه في الاستمرار داخل النادي الاهلي. ده بخصوص علي معلول وعمرو السوليه. الامور ماشيه في الاطار الايجابي، هننتظر طبعا الجديد وحسم الملف باذن الله تعالى بالتجديد بالنسبه للاثنين اللعيبه المهمين دول، ويتم الاعلان بشكل رسمي باذن الله. طيب ادي ملف، تعال نروح للملف الثاني وهو يتعلق بجونيور اجاييه والجديد بالنسبه له ايه وموقف اللاعب، الامور ماشيه ازاي. دي بناء على معلومه شخصيه فيما يتعلق بجونيور اجاييه. انت دلوقتي خلاص عندك خمسه اجانب، مشي والتر بواليا اعاره في تركيا في مالاتيا سبور وراح خلاص بشكل رسمي، عندك علي معلول، بدر بنون، ميكي سون اللاعب الجديد الموزمبيقي، بيرسي تاو، واليو ديانج المستمر بشكل رسمي مع النادي الاهلي. ادي خمس لعيبه اللي مسموح لك في القائمه بتاعتك، خمس لعيبه اجانب. مش متبقي غير مين؟ السادس اللي هو اجاييه. الامور ماشيه بالنسبه له ازاي؟ اجاييه في تواصل ما بينه وما بين بعض الانديه في الدوري المصري، الواجهه بالنسبه له لم تحسم بعد. لم تحسم بعد. انديه هيكون الامور هتبقى عن طريق النادي الاهلي من خلال يعني الاختيار والاستقرار بالاتفاق ما بين الاهلي واللاعب على الوجهه المقبله بالنسبه له. طيب اقرب فريق طبقا لمعلوماتي انا، اقرب فريق هو فاركو حتى هذه اللحظه. اقرب فريق اجاييه يروح له، طبعا متغيرات وارده في كل شيء يعني، لكن اقرب فريق لحد اللحظه بتكلم فيها مع حضراتكم هو فاركو. ايه شروط اجاييه بخصوص فاركو ان هو يروح؟ ايه طلباته؟ الراجل قال لهم يا جماعه لو هتقدروا تدوني 60% من عقدي، 60% من عقدي مع النادي الاهلي ما عنديش مشكله. حتى الان في بعض المفاوضات ما بين فاركو وجونيور اجاي، وفي بعض الاهتمامات من انديه اخرى باللاعب، لكن الملف لم يحسم بعد بخصوص جونيور اجاي. طيب لو الامور اتعقدت بالنسبه لاجاي وما مشيش، هيبقى ايه الموقف؟ هيبقى موجود في قائمه الانتظار المسموح ليك بيها ان انت تحط فيها ثلاث لعيبه، هيبقى واحد من الثلاثه دول جونيور اجاي، ممكن يكون هو اللاعب الوحيد، ممكن يكون في اثنين، ممكن يكون في ثلاثه. ده بخصوص اجاي. طيب تعال نروح لملف اخر وهو يتعلق ب
الاعارات، هل في حد من لاعبي النادي الاهلي طالع اعاره الفتره الجايه؟ الامور ماشيه ازاي؟ تعالوا نبتدي بمحمد محمود وكريم نيدفيد، اتنين من ابرز اللعيبه، بس النقطه ان هم راجعين من اصابات طويله. هل تم حسم ملف رحيلهم عن النادي الاهلي باعاره؟ لو هم مشوا عن النادي من النادي الاهلي هيبقى اعاره، ما فيش بيع خالص طبعا للاثنين، لان الاهلي عارف مدى قيمه الاثنين الفنيه واخلاقهم طبعا العاليه، ولاعيبه مميزه جدا واكيد اضافه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن يكونوا محتاجين وقت شويه عشان يستعيدوا الفورمه بتاعتهم المميزه بامكانياتهم الكامله عشان يكونوا اضافه للنادي الاهلي. حط بقى في الاعتبار ان محمد محمود وكريم نيدفيد مركزهم هو مركز عمرو السوليه. يعني اللي هو ايه، انت محتاج حد مع عمرو السوليه في المركز ده، يعني من الوارد ان الاثنين يطلعوا اعاره او واحد بس منهم، ولسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي حتى الان، يعني ممكن تلاقي في الاخر الاثنين مكملين مع النادي الاهلي. بالمناسبه انا كنت حريص جدا ان انا احضر تدريبات النادي الاهلي اول امس، رحت حضرت اخر نص ساعه تقريبا، كان في تقسيمه قويه كانت حوالي 45 دقيقه، انا حضرت اخر نص ساعه على الملعب كله تقسيمه، وكانت مميزة، كل اللعيبة شاركت بشكل مميز، اللعيبة الموجودة طبعا دوليين مش موجودين. فبالتالي كريم نيدفيد واقف على رجله جدا ما شاء الله عليه، يعني واقف على رجله، واضح ان هو كان مهتم بنفسه على مدار الفترة اللي فاتت بما يتخللها الاجازة اللي حصل عليها الفريق ككل، فعمل اداء كويس جدا في الملعب، وبدنيا كان واقف على رجله بصراحة. محمد محمود كمان كان كويس جدا جدا، ولسه اللمحات الفنية المميزة بتاعته موجودة، يعني في اكتر من لعبه كده عملهم بشكل رائع، الناس سقفت له بصراحه بالنسبه لمحمد محمود. فالاثنين واقفين على رجلهم والاثنين جايين، حته بقى ان يخرجوا اعاره ما يخرجوش لحد دلوقتي، الملف ده ما اتحسمش بشكل رسمي. من الوارد كل شيء ان الاثنين يطلعوا اعاره، او واحد فيهم يقعد او الاثنين يقعدوا، هنشوف الامور ايه اللي هيحصل فيها، وده طبقا للحسابات الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني. طيب كريم نيدفيد في نادي مهتم بيه جدا جدا من ضمن عدد من الانديه اللي هو فيوتشر، مهتمين قوي بكريم نيدفيد، بس برضه لسه مفيش اي قرار نهائي بخصوص الملف ده. طيب تعالى بقى لواحد من اللعيبه المهمه جدا جدا، وهو سعد سمير، لاعب مهم ومخلص جدا للنادي الاهلي، وحتى لو هو مش موجود في الملعب ومش بتستفاد منه فنيا، لكن انت بتستفاد منه جدا جدا على المستوى القيادي ككابتن من كباتن فريق النادي الاهلي. واحد بيقدر هو شارب سياسة النادي، شخصية الأهلي، بينقلها للعيبة، سواء بقى اللعيبة الجديدة اللعيبة الصغيرة اللي لسه طالعة، فبالتالي تواجده مهم قوي. طيب الموقف بالنسبة لسعد إيه؟ سعد عنده عروض، أبرز عرض لسعد سمير هو عرض فيوتشر، عرض جاي لسعد سمير وعرض مناسب جدا وبمبلغ جيد بالنسبة للاعب. الأهلي موقفه إيه؟ الأهلي موقفه إن هو حابب إن سعد يبقى موجود، لكن في نفس الوقت لو سعد شايف ان العرض بالنسبه له مناسب وحابب ان هو يخرج عشان يلعب شويه، لان سعد تقريبا بقاله سنه ونص ما بيلعبش بسبب الاصابات، فلو سعد حابب ان هو يخرج فالاهلي ما عندوش اي مانع طبعا عن طريق النادي، الامور الاتفاقات اللي بتحصل في المفاوضات يعني على بعض البنود بقى، سواء اعاره سواء سنه او سنتين، لسه ما اتحسمش الملف ده، ولسه سعد نفسه ما خدش القرار بخصوص استمراره مع الفريق او ان هو يروح يلعب دقائق في فريق اخر يعني. بخلاف فيوتشر عنده بعض العروض الاخرى لسه هو بيفكر ولسه ما خدش القرار النهائي بالنسبه له، بيتواصل مع بعض المقربين ليه ابرزهم مثلا عماد متعب، محمد بركات، كابتن وائل جمعه، بياخد رايهم في الامر ده يعني، لكن الاهلي متمسك بسعد وسايب له الحريه في الاخر في القرار اللي هو هياخده. ده بخصوص سعد سمير. الراجل كمان موسيماني شايف ان دوره مهم جدا جدا جوه الفريق حتى لو مش بيلعب. طيب لسه في بعض من الملفات الاخرى، تعال نروح لناصر ماهر. موقف ناصر ايه؟ ناصر عنده عدد كبير قوي من العروض، يعني فعلا في عروض كتير جدا لناصر ماهر من الدوري المصري، لكن لسه ما تمش الاتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي على النادي اللي هو يروحه خلال الفتره اللي جايه. ومن الوارد كل شيء، برضو انا لازم اكد على الكلمه دي، لان انت متغيرات كتيره جدا في المفاوضات، المتغيرات كتيره جدا في كره القدم، فاي حاجه وارد حدوثها، يستمر اللاعب بقى يخرج اعاره يخرج بيع، كل ده وارد، لكن الاقرب حتى الان ان في تواصل مع بعض الانديه، الاستقرار لسه على انهي نادي اللي يروحه كريم نيدفيد او عفوا اللي يروحه ناصر ماهر، لسه ما تمش الموافقه او لسه ما تمش تحديد الواجهه المقبله بالنسبه لناصر ماهر. مصطفى البدري، الاهلي تعاقد واعلن تعاقده من كام يوم مع مصطفى البدري بشكل رسمي، والراجل موجود جوه النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ خلاص مصطفى البدري خارج اعاره بشكل مؤكد، انا بقول لحضراتكم برضو انهي نادي رايح مصطفى البدري. حتى هذه اللحظه الاقرب جدا جدا بنسبه 99% هو فيوتشر،
اعتبر ان هو راح فيتشر من الاخر يعني بالنسبه لمصطفى البدري، اعاره لمده موسمين بنسبه كبيره يعني اعتقد موسمين، يحق النادي الاهلي بعد الموسم الاول ان هو يستعيد اللاعب حال رغبه النادي الاهلي في ذلك. محمد عبد المنعم، انا بحاول اجيب لحضراتكم كل الملفات وكل الاسماء اللي انتم تسالوا فيهم علشان نقول لحضراتكم الجديد في الامور دي ايه. محمد عبد المنعم احنا عارفين ان هو كان معارض من النادي الاهلي لسموحه، دلوقتي موقف اللاعب ايه؟ اللاعب موجود في النادي الاهلي وفي اتجاه لاستمرار محمد عبد المنعم داخل النادي الاهلي، هو مدافع مميز جدا، بس ده استنتاج بقى من عندي، الحته اللي جايه دي استنتاج من عندي، الموضوع مرتبط شويه بسعد، لو سعد خرج اعاره او خرج راح نادي تاني ممكن محمد عبد المنعم يكمل، مفيش قرار نهائي بخصوص محمد عبد المنعم ان هو يخرج ولا لا، بس حتى هذه اللحظه الاهلي عايز محمد عبد المنعم يكون موجود معاه في القايمه للموسم الجديد لان الاهلي بيقوي قائمته بشكل كبير جدا. ده فيما يتعلق بكل الاسماء اللي داخل الفريق واخر التطورات والكواليس بالنسبه لهم ومين قاعد ومين ماشي والامور ماشيه ازاي، اعتقد قلت لحضراتكم كل هذه الامور. طيب بعد الفاصل بقى هقول لحضراتكم كل ما يتعلق بالاسماء اللي الناس بتقول ان الاهلي بيتفاوض معاهم، هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنوا. طيب لحد دلوقتي ناس كتير جدا بتربط بعض اللاعبين بالانتقال للنادي الاهلي، المؤكد حتى هذه اللحظه برضه، وانا دايما بحب اكد على التوقيت لان كل شيء وارد في كره القدم. حلو حلو، لحد هذه اللحظه الاهلي خلاص قفل ملف الصفقات، مفيش اي مفاوضات مع اي لاعب ان هو يجي، بالتحديد من بعض الاسماء اللي هي بتتردد، يعني زي مين مثلا؟ شادي حسين، هل في مفاوضات مع شادي حسين؟ مفيش مفاوضات مع شادي حسين، مفيش مفاوضات مع شادي حسين، الموضوع مفيش. تمام، ادي رقم واحد. رقم اتنين، النهارده استوقفني تصريح لمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش اللي قال في ايه، لو معنا التصريح يا جماعه يا ريت نعرضه، قال في ايه؟ قال ان امير توفيق كلمه وتفاوض معاه بخصوص انضمامه للنادي الاهلي، الكلام ده عاري تماما من الصحه، ما حصلش اي تواصل من خلال امير توفيق مع محمد بسام، ده والكلام ده على لسان امير نفسه، يعني انا حاولت اتواصل مع امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتصويت بالنادي الاهلي، تواصلت معاه فعلا سالته، قلت له ده في تصريح على لسان محمد بسام بان الاهلي او ان امير توفيق تواصل زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، تواصل معي بالفعل الانضمام الى الاهلي، فقال لي مفيش الكلام ده خالص، ما حصلش، ما اتصلتش ببسام ولا تواصلت مع اي حد. فده تاكيد برضو من خلالنا لحضراتكم ان خلاص ثلاثي حراس المرمى بما فيهم كمان الرابع بتاعهم حمزه علاء الموجودين في النادي الاهلي، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، معهم حمزه علاء، اربعه دول مستمرين مع النادي الاهلي، الموضوع خلاص الاهلي هيكمل الفتره الجايه كلها الموسم الجديد بالاربعه دول الى ان يجد جديد، الجديد خاص بايه؟ الله اعلم. لكن اللي مؤكد حتى الان ان خلاص هم دول الاربع حراس الموجودين، وطبعا هم اربعه بكفاءه عاليه جدا. الشناوي مش محتاجين نتكلم عنه، ده على جنب. علي لطفي حارس مميز جدا جدا، وشفنا في بعض المباريات هذا الموسم كان ممتاز، ابرزه مباراه الزمالك في بطوله الدوري اللي صد ضربه جزاء وساهم في فوز النادي الاهلي في مباراه الدور الاول بنتيجه 2-1. مصطفى شوبير حارس واعد بامكانيات مميزه، اللي اتفرج عليه هيعرف كده كويس جدا. حمزه علاء كمان مميز جدا جدا. فملف حراسه المرمى غير مطروح او تعاقد مع حارس مرمى غير مطروح في النادي الاهلي في الفتره الحاليه تحديدا. طيب ده فيما يتعلق ببعض الاسماء اللي بترتبط بالنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. لكن في الحقيقه حابب اختم الكلام في الملف ده كله بمروان محسن اللي الاهلي وجه له الشكر، و كان في يعني تفاهم وتنسيق مميز جدا ما بين اللاعب وما بين النادي من خلال وكيله، الامور كانت ماشيه في اطار الاحترام المتبادل جدا، والعلاقه انتهت بشكل مميز زي ما احنا متعودين دايما من النادي الاهلي مع اللعيبه اللي بتبقى حريصه على كده. يعني اللاعب اللي بيبقى حريص على ان هو يخلص علاقته بالاهلي بشكل مميز، ما يخسرش الجمهور، ما يبقاش في كلام عنه، بتخلص بالشكل المحترم بصراحه. الاهلي وجه له في بيان رسمي شكر بشكل كويس جدا جدا، اللاعب بصراحه ما عملش اي مشكله داخل النادي الاهلي. الراجل ممكن فترات طويله ما كانش موفق مع الفريق، لكن هو في الاول وفي الاخر لاعب دولي، كان ساهم في عدد كبير من البطولات، يعني مروان محسن جايب 2 دوري ابطال افريقيا، مروان محسن واخد بروز زي كاس العالم، جايب 4 دوري، جايب كاس مصر، جايب سوبر. فالراجل عدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي من 2016 لحد ما مشي اول امبارح يعني.
فيستحق كل الشكر والتقدير من جمهور النادي الاهلي، حتى لو البعض بيختلف عن امكانياته وعن مستواه فترات كتيره جدا مع الفريق، لكن دايما بنحب اللاعب اللي ما تسمعلوش صوت، تمام، اللي بيشتغل كوره بس، اللي ما بيعملش اي مشاكل، اللي بيبقى حريص قوي على علاقته بالنادي الاهلي. الله اعلم هو هيروح فين، ايا كان هو هيروح فين على فكره، بس العلاقه انتهت بالشكل المميز ما بين لاعب ونادي السابق. فكل التوفيق لمروان محسن خلال الفتره اللي جايه. طيب هروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار المهمه اللي هنعلق عليها مع حضراتكم، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي ونعلق عليها. الوطن الرياضي حسابه الرسمي على فيسبوك قالوا ايه؟ قالوا ملامح تشكيل الاهلي في الموسم المقبل بعد ضم الصفقات الجديده. ان شاء الله بكره بنسبه كبيره هعمل لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي المتوقع للموسم الجديد في اطار بعض التغييرات اللي موجوده في القائمه، باضافه بعض العناصر كصفقات جديده او عوده بعض اللاعبين المعارين. فهيبقى في خيارات في الحقيقه كتير جدا جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، اللي خلاص يعني عارف قائمته بشكل كويس، عارف احتياجاته والنادي الاهلي نفذها له. فبالتالي هننتظر موسم رائع باذن الله بالنسبه للفريق، في اطار طبعا منافسه صعبه على مختلف الاصعده، سواء محليا او افريقيا او كمان عالميا لما نلعب في كاس العالم للانديه. فده امر من ضمن الامور المهمه جدا. تعالوا نروح لخبر اخر وهو خاص بالوطن الرياضي ايضا، واللي بيتكلم على ان الاهلي يسعى لانهاء اربع صفقات جديده. الكلام ده غير حقيقي يا جماعه، زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل الفاصل وقلت لحضراتكم كل الاسماء اللي ممكن يكون الناس بتتكلم عنهم. يعني انا مثلا قال لك شادي حسين، قلت لحضراتكم مفيش اي مفاوضات خالص. محمد الزنفولي حارس البنك، مفيش الكلام ده خالص. بعض الاسماء، فالاقرب بنسبه تفوق ال 95% ان مش هيكون في اي صفقات جديده بالنسبه للفريق. طيب تعالوا نروح لخبر اخر وهو من خلال، بالمناسبه امير توفيق نفسه طلع في القناه اعتقد عندنا اعتقد يعني، واكد ان خلاص الاهلي قفل ملف التعاقدات، يعني مش هيضيف اي لعيبه. تعالوا نروح لليوم السابع. الاهلي يعلن تمديد عقد عمرو السوليه وعلي معلول. خلال ساعات قلنا لحضراتكم كل الكواليس اللي تتعلق بالملف ده، والامور ماشيه في الاطار الايجابي، وفي توافق كبير جدا ما بين الاهلي ما بين عمرو السوليه وعلي معلول، في توافق مع الثنائي بخصوص التجديد باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى نسمع خبر جيد قريب بخصوص هذا الملف. الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا ان برنامج بدني لتجهيز ميكيسوني قبل السوبر المحلي. الناس بتسال ميكيسوني ليه ما شاركش في التدريبات حتى الان، رغم ان احنا شفنا بيرسي تاو. ميكيسوني من ضمن اللعيبه اللي كانت واخده اجازه مع اللعيبه الدوليين، فبالتالي هو موجود في مصر من اول امبارح تقريبا، وهيشارك مع عودة الدوليين بإذن الله الفريق ككل في تدريبات بكرة. حتة بقى إن هو يكون عنده برنامج تأهيلي أو لا، ده خاص بالجانب الخاص بالجهاز الفني، هم اللي يقدروا يحددوا هل هو محتاج برنامج تأهيلي ولا لا. بس أعتقد إن اللاعب بيشارك مع منتخب بلاده في الماتشين في تصفيات كأس العالم وأدى أداء جيد، فأعتقد إن هو جاهز بدنيا، لكن كله بيترتب على تقييم الجهاز الفني، يعني ده أمر مؤكد. فكله إن شاء الله كل اللعيبة الدولية بما فيهم ميكيسوني هيشاركوا في التدريبات بداية من الغد بإذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لخبر آخر وهو خاص بكارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول. اسم جيد ومدير فني كبير طبعا، ما حدش يقدر يختلف، عنده سي في محترم. بعض يعني المراحل بالنسبه له كانت جيده، وبعض المراحل الاخرى كانت مش على ما يرام يعني، او ما كانتش بالشكل المطلوب، لكن يبقى ان هو مدرب عنده خبرات عظيمه جدا. في كل الاحوال زي ما اليوم السابع بيقولوا كده ان هو الراجل هيكون متواجد في مباراه الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي كبدايه لمتابعه المباريات الخاصه بالبطولات المحليه المختلفه عشان يستقر على العناصر اللي يضيفها. واحنا عندنا فتره ضيقه جدا من دلوقتي لحد ماتشين ليبيا الحاسمين جدا، ليبيا 6 نقاط احنا 4 نقاط، فمهم قوي ان انت تكسب الماتشين، يبقى انت حسمت الامور بشكل كبير باذن الله تعالى، او على اقل تقدير تكسب ماتش وتتعادل ماتش. فمهمه صعبه على المدرب الجديد، بس اعتقد الحمل كله او العبء كله هيكون على الكابتن ضياء سيد والكابتن محمد شوقي اعضاء الجهاز الفني. ربنا يوفقهم باذن الله ويفرحونا كلنا ان شاء الله. طيب تعالى نروح لاخر خبر معانا وهو من بطولاته، اللي بيتكلموا على ان يعني في تقارير بتربط ما بين منتخبنا الوطني والاتحاد المصري لكرة القدم مع الجنوب أفريقي روجر ديسا،
المدير الفني لنادي كيب مويا يونايتد بانه هو يجي مدرب معاون لكارلوس كيروش، لان هو كان اشتغل معاه قبل كده لما كان كيروش ماسك منتخب جنوب افريقيا. مش عارف حقيقه التقارير دي هل هي صحيحه ولا لا، لكن هتشوف خلال الفتره الجايه. اعتقد كابتن ضياء السيد من المدربين المميزين جدا، واضافه وراجل عارف اللعيبه كويس والجيل الحالي اللي موجود. اعتقد الموضوع ده هيبقى صعب، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. نروح لفاصل بعدين نكمل، استنونا. بدايه ولا اروع للاسطوره رونالدو مع مانشستر يونايتد، نادي القديم الجديد. احرز هدفين حتى الان، الماتش لسه ما خلص. كان تقدم بالهدف الاول في نهايه الشوط الاول 1-0، بعدين في الشوط الثاني نيوكاسل اتعادلوا في الدقيقه تقريبا 56، وفي الدقيقه 62 رونالدو راح جايب الجون الثاني على طول، ما يضيعش وقت الراجل في الحقيقه، من اسيست لوك شو. وفي الدقيقه حوالي 80 تقريبا الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فرنانديز، اللي يقال ان هو جاب هدف جامد جدا جدا في الحقيقه. فمانشستر عاملين طبعا مباراه كبيره في ظل تواجد رونالدو، هنستمتع بيه على مدار الموسم بالكامل وعلى مدار عقده مع مانشستر يونايتد في دوري. اصلا هو ممتع ومثير للغايه يعني، ده فيما يتعلق برونالدو. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم ورايكم في سؤال حلقه النهارده، او ردكم على سؤال حلقه النهارده، وايه توقعاتكم ورايكم لتعيين المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني كارلوس كيروش. نبتدي بمحمود محمد هيبه الاهلاوي، قال شايفه مناسب جدا الفتره الحاليه، وانه هيكون مشروع يشتغل وانه يكون مشروع يشتغل لفتره مقبله كمان، بس ياخد صلاحياته ويتوفر ليه كل الامكانيات. منتخب مصر منذ 2010 لم نرى منتخب مصر كره جميله مش موجوده. طيب خلينا كمان ناخد سامح، واللي قال كويس بس يسيبوه يشتغل ومش يفرضوا عليه حد، والعيب الوحيد في مدرب حراس المرمى، كان المفروض يكون ناجي لخبراته الكبيره. يعني كلها طبعا اراء، يعني عصام الحضري برضو اسم كبير جدا واتمرن مع عدد كبير من المدربين الكبار في حراسه المرمى، فنتمنى للجميع كل التوفيق. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من برنامج الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. سلام.